السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواني وأخواتي في دورة كيفية تصميم مواقع الإنترنت. والحمد لله أن قطعنا هالمشوار الجيد، وقمنا على الأقل بعمل موقع الإنترنت الآن باستخدام برنامج الووردبريس. الآن راح أدخل أيضا على الداشبورد مرة ثانية، وراح أتكلم إن شاء الله في بعد ما تكلمنا في البيجز راح أتكلم في البوست. البوست طبعا فكرتها أنك أنت تعمل مجموعة مقالات، عملت تراش حق الموجود، راح أعمل من جديد. طبعا بحط مقالة أولى، مثلا المقالة الأولى لي مثلا عندي قمت بعمل دورة في الوورد بريس وقمت بتدريب الناس عليها ووضعها وتسجيلها ووضعها على اليوتيوب على الإنترنت، وحاب إني أحط من ضمن الأشياء اللي حاب أحطها في المقطع. راح أفتح صفحة اليوتيوب وراح أخذ لينك الدورة اللي عملتها الرابط، وراح أدخل على upload insert media from URL وأحط audio video وأحط اللينك وأكتب رابط دورة تصميم المواقع للمبتدئين باستخدام الووردبريس insert into post. فهذا هو الرابط اللي راح يخليني مجرد ما اضغط عليه اشوف الفيديو على طول. وايضا حاب اني طيب الان بعمل له انا publish وخلينا نشوف الفيو بوست، البوست هذه شلون تصير. فهاي المقالة الأولى لي، قمت بعمل دورة كذا كذا كذا، هاي الرابط لو ضغطت عليه راح يوديني على اليوتيوب أشوف الفيديو. ممتاز. الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح إيش أعمل؟ راح أخذ شير وراح اخذ رابط الامبد اللي هو هالرابط كوبي، وراح ارجع للمقالة عندي وراح اروح على من فيجوال لين HTML واحط الرابط مالي قبل الاخير، اروح مسافة هني احط الرابط الكوبي اللي اخذته من اليوتيوب وبرجع مرة ثانية على الفيجوال، خلينا نحط على الوسط واعمل له ابديت. خلينا نشوف الحين البوست، صار الرابط من اليوتيوب على طول على الموقع. خلينا نجرب نشوف تشغيله. ممتاز، يبدو انه راح يشتغل. نعم. السلام طيب عليكم راح ورحمة الله. أوقف الفيديو الآن، بس راح أأكد لكم الطريقة مرة ثانية عشان أنتم تتعلمون على كيفية إدخال الفيديو في موقعكم. المرة اللي فاتت احنا تكلمنا في إدخال الصور في الفيديو اللي فات، يعني مثلا لو رحت على من أنا راح أشوف من ضمن الأشياء الموجودة صورة، والصورة هاي موجودة في وسط الكلام. اليوم احنا تعلمنا في هالدرس ان شاء الله شلون ندخل الفيديو من اليوتيوب على الموقع. مجرد ما اشوف اي فيديو حلو في اليوتيوب اضغط على شير، راح يطلع لي الكود هنا، اضغط امبد راح يطلع لي الكود، اقدر اختار الحجم اذا ابي حجم كبير. show suggested videos ممكن اشيله، لا اخلي private. واقدر اخذ الكود كوبي وارجع على الويب سايت، انا في فيجوال في
المقالة نفسها، أروح على HTML وأظلل المنطقة اللي أنا بيها وأحط الكود copy paste قص ولصق وأعمل update، أرجع على الفيجوال وأشوف مرة ثانية الفيو. طبعا راح ألقى الفيديو بحجم كبير لأن أنا أصلا خدته حجم كبير من وين؟ من اللينك اللي في اليوتيوب، ولكن عدلت الحجم هنا، يعني أنا أقدر أختار هنا الحجم اللي أبيه صغير أو كبير. فعموما أنا السلام راح عليكم ورحمة أمسح الله وبركاته، الرابط الآن معكم أخوكم محمد أو الجفيري راح أتركه. في موقع وقف أونلاين. طيب خلنا ناخذ الحجم الصغير الأصلي أو ناخذ حجم متوسط وأستبدل الرابط الموجود، أروح HTML وأبدل الآيفريم كود وأحط الآيفريم الجديد paste update، أروح على الفيجوال مرة ثانية وأعدل المقال اللي أبيه. ممكن أكتب أيضا تحت أرجو منكم متابعة دورتي كاملة أبديت. صار الآن عندي المقالة هذه موجودة في الموقع، المقالة الأولى لي فيها الدورة وفيها التعليقات، وأيضا أقدر أكتب أي تفاصيل إضافية أو ردود أو أي شيء. الآن هذه مش موجودة هنا، مش موجودة في أي رابط من الروابط الفوقية. ليش؟ لأنها بوست، يعني لو رحت على الهوم راح ألقى البوست. البوست دائما هي تيكم بنفسها، مو مرتبطة بالصفحات. يعني البوست posts are not pages. أنا عندي new في post في pages، البوست غير عن البيجز. البوست هي مجرد بوست، شيء كتبته. البيج هي صفحة موجودة. ممكن أنا أعمل مجموعة من البوست أسميها مثلا فيديوهاتي على سبيل المثال. أروح على البوست مثلا، هال البوست الحالي اللي هني، خلنا نعمل له إديت. شلون نعمل له إديت؟ تذكرون في طريقتين، ما أضغط على إديت هني في البوست نفسها، أو أروح على الصفحة أو أدخل على خبر البوست عفوا وأروح فوق على إديت بوست. فالآن راح أعمل في شيء هنا على اليمين اسمه كاتيجوريز. كاتيجوريز يعني أقسام. فأنا راح أضيف كاتيجوري جديد أسميه فيديو، أو خلينا نكتب العربي فيديو. أد نضاف قسم جديد عندي اسمه الفيديو. يمكن تحتاج الصفحة تحديث، خلينا نتأكد نعمل تحديث. لا عفوا، معناته ما نضاف، نعيد مرة ثانية. نكتب فيديو، اوكي هذا الفيديو. نعمل اد نيو، اوكي ضاف الفيديو. في شيء اسمه ان كاتيجورايزد، يعني غير مصنف، لكن هذا هاي البوست مصنفة، هي في قسم الفيديو. فراح اعمل ابديت. هاي ما ابي اكتب الفيديو، اكتب الدرس الاول في الوورد بريس. ابديت، ممتاز. ايضا راح اخذ رابط الدرس الثاني كوبي، وراح اعمل بوست اضافيه اد نيو بوست، او اروح بوست اروح على اد نيو نفس الشيء، او من هنا بوست اد نيو كله واحد، واكتب الدرس الثاني للوورد بريس. ونفس الطريقة أعمل، أكتب تفضلوا رابط الدرس الثاني لكيفية عمل المواقع على الإنترنت باستخدام الوورد بريس. وهذا الرابط تذكرون شلون عملناه المرة اللي فاتت؟ رحنا على insert URL وقلنا ان هذا فيديو، حطينا اللينك، وهذا الدرس رابط الدورة
مبتدئين باستخدام الووردبريس. انسرت بوست، اعمل هذه في اي قسم، في اي كاتيجوري، في الفيديو. ممتاز، احط في الفيديو واضغط ببلش. الان انا لما اروح على البوست راح احصل البوست موجودة مثل ما عملت المرة اللي فاتت. ضغطت على الوورد، على اللينك، راح يشغل لي الويب سايت على اليوتيوب. هذا الويب سايت على اليوتيوب، اروح على شير، الرابط مالي شير، واختار امبد، واختار الحجم اللي ابيه. ممتاز، كوبي، اوكي، وارجع مرة ثانية على المقال اللي عندي البوست واعمل اديت، واروح على ال HTML. هاي كلها اعادة المفروض انتو عرفتو، واعمل بيست، لصق هني الكود، واعمل ابديت، بعدين اروح على الفيجوال واشوف الفيديو اذا هو على اليسار او على اليمين. اقدر اعدله، مجرد اختار واعدل الاتجاه. خلينا نشوف الحين فيو بوست، هذا الدرس الثاني للفيديو. ممتاز، فالان انا عملت تو بوست. خلينا نروح على الهوم نشوف. صار عندي هاي الصفحة الرئيسية، البوست اخر البوست اللي انحطت، هاي البوست الاولي، هاي البوست الثاني. في الصفحة الرئيسية القى البوست، والقى هنا ايضا في الوجت ريسنت بوست، يعني اخر البوست، البوستين اللي انا حطيتهم الاول والثاني. طيب الان ابي اضيف اخبار، فخلنا نروح نضيف اخبار. اروح على نيو بوست، رحت على البوست، اكتب خبر جديد، غدا ساسافر، او غدا الى البحرين، غدا ساقوم برحلة عائلية إلى دولة البحرين الشقيقة. هذه خبر، فأنا ما راح أضيفه في الكاتيجوري الخاص في الفيديو، راح أضيفه في الكاتيجوري الخاص بالأخبار. فراح أضيف قسم اسمه الأخبار وأعمل له publish. أيضا راح أضيف خبر جديد اسمه اليوم سأذهب إلى الجامعة، سأقوم اليوم برحلة إلى الجامعة لشراء كتب جديدة في مجالي مجالي بس. خلاص، طيب في وين هالقسم الخبر راح يروح؟ في الأخبار publish. الحين انا لما اروح على الصفحة الرئيسية مرة ثانية، خلينا نروح الموقع. اول ما ازور الموقع شوفوا البوست، صار في تحت بوست في الفيديو، وفي عندي بوست في الاخبار. لكن لو ضغطت على الاخبار بس راح يرويني بس البوست اللي في الاخبار، ولو ضغطت على قسم الفيديو راح يرويني بس البوست اللي في الفيديو. ممتاز، بمعنى ان الاخبار والفيديو منفصلين تماما، لكنهم ثنتينهم في الهوم بيج. انا ممكن اعمل صفحة داخل الصفحة هذه كاتيجوري معين او قسم معين. شلون؟ راح اشرح لكم في الفيديو الجاي باذن الله تعالى، واتمنى انكم استفدتوا، وايضا ادعوكم للتسجيل في صفحتنا على اليوتيوب. سووا سبسكرايب او شارك، وأتمنى أنكم أيضا تشاركون في موقعنا، موقع وقف أونلاين. وأيضا لا تنسون تضيفونا في الفيسبوك والتويتر، وتعملون فولو لنا، وتنشرون هالفيديوهات عشان غيركم يستفيد. ويعطيكم العافية.